لكن بيفضل تنفيذ حكم النفقة أهم مشكلة بتواجه الستات بعد حصولهم على الحكم، لأن بنك ناصر بيشترط شروط مختلفة من بنك للتاني. فمثلا بنك ناصر في فرع الزيتون بيطلب قيد عائلي للأسرة رغم أن قسيمة الزواج بتغني عن ده في فروع تانية. هدير، منار، نهى، غادة، هالة، أسماء ستات مختلفة جمعهم طابور واحد طويل قدام بنك ناصر علشان يصرفوا نفقة لا تتعدى 500 جنيه. كل ست من الستات دول واقفة في طابور معاها ملف مليان من الأوراق. كل ورقة من الأوراق دي خدت شهور من عمر الستات دول ويمكن سنين، وبتحكي معاناة في طريق مش مفروش بالورود زي ما بيعتقد البعض. ده الموضوع اللي هنناقشه النهاردة في حلقة جديدة من برنامج لم تحسن بعد على منصات موقع الحدث. أهلا بيكم في قضية جديدة لم تحسن بعد. قضايا النفقة تقريبا بتمثل أكتر من 50% من القضايا المطروحة في محاكم الأسرة، وكل قضية من القضايا دي لها حكاية مختلفة. أول حكاية معنا النهاردة هي حكاية منور اللي جوزها طردها من منزل الزوجية هي وابنها عبد الرحمن من سنة 2010، بعدها قعدت في بيت أهلها اللي تكفله بمصروفاتها هي وابنها لحد دلوقتي. منار اضطرت إنها تشتغل علشان تقدر تصرف على ابنها المريض بمرض في المخ وبيحتاج لعلاج أسعاره مرتفعة جدا. بعدها منار رفعت دعوتين، الأولى خلع من الزوج والتانية كانت دعوة حبس لمتجمد نفقة من سنة 2014. وبعد سنين من التقاضي حكمت لها المحكمة بنفقة 200 جنيه شهريا وأسقطت حكم النفقة الخاص بيها واللي كان لا يتعدى 150 جنيه. منار نزلت واشتغلت في الخدمة في البيوت علشان تقدر تصرف على ابنها المريض، لأن المبالغ اللي اتحكم لها بيها ما تكفيش تكلفة التنقل لصرف النفقة من بنك ناصر. أما غادة فحالتها كانت أصعب من منار، لأن جوزها أحمد شغال مطرب شعبي، يعني شغل غير ثابت وملوش تأمينات أو دخل ثابت يسدد منه للبنك، اللي رفض يصرف لها النفقة بعد سنين في المحاكم علشان تقدر تاخد حكم بيها، واتحكم على جوزها بالحبس لمدة شهر في قضية متجمد نفقة وما قدرتش تنفذه لحد دلوقتي بحكم شغله اللي بيلف من خلاله في المهرجانات لأنه مطرب شعبي زي ما قلنا. سعاد بقى بعد 15 سنة جواز مخلفتش فيهم سابها جوزها علشان يتجوز واحدة تانية يخلف منها أطفال. سعاد لما طلبت من جوزها نفقة بعد الطلاق قال لها كفاية عمر اللي ضاع معاكي رغم أن الزوج ميسور الحال. بعدها راحت بنك ناصر علشان تصرف نفقة تقدر تعيش بيها، إلا أنه رفض لأن البنك بيرفض يتعامل مع المطلقات اللي ما عندهمش أولاد، وفي الآخر اشتغلت خدامة في البيوت عشان تقدر تصرف على نفسها. هالة كمان ما قدرتش تثبت دخل جوزها للمحكمة اللي تحايل على القانون وادعى ان دخله 1000 جنيه بس، وبناء عليه حكمت لها المحكمة بمبلغ 250 جنيه نفقة. ولما راحت للبنك علشان تصرف النفقة البنك اداها النفقة بالقسط وقال لها مش هنقدر نديك المبلغ كله مرة واحدة، ادوها 150 جنيه واجلوا المية التانية. ورغم ان القانون حدد موضوع النفقات بانه في حالة لو كان الزوج موظف حكومي او قطاع خاص الزوجة بتروح لمقر عمله في الشؤون القانونية وبيقوم البنك باستقطاع دين النفقة من مرتبه أو بيرسل النفقة عن طريق شيك أو حوالات بنكية شهريا، لكن طبعا ده لو كان الزوج بيشتغل أعمال حرة أو ملوش دخل ثابت بيكون الموضوع صعب جدا لأن البنك مش بيسدد أكتر من 500 جنيه في الشهر. بالنسبة بقى لمتجمد النفقة أو الدعاوى الأخرى بيكون الزوجة قدامها طريقين، أما اللجوء للطريق المدني في التقاضي وهو الحجز على ممتلكات الزوج وبيكون في الغالب معدوم وبتتنازل عن حقوقها، وفي حالة عدم سداد النفقة بيتم رفع جنحة تبديل نفقة بيتحكم فيها بس بست شهور لسنة سجن. لكن بيفضل تنفيذ حكم النفقة أهم مشكلة بتواجه الستات بعد حصولهم على الحكم، لأن بنك ناصر بيشترط شروط مختلفة من بنك للتاني. فمثلا بنك ناصر في فرع الزيتون بيطلب قيد عائلي للأسرة رغم أن قسيمة الزواج بتغني عن ده في فروع تانية. كمان بيشترط أن حالة الزوجة في البطاقة تكون متفقة مع حالتها الموجودة في الوقت الحالي، وده طبعا بسببه بتضطر ان هي تستنى لحد ما تغير البطاقه، غير ان التحريات عن الدخل الحقيقي للزوج بياخد وقت طويل جدا وكمان بيكون اغلبها مش صح لان اللي بيقوم بيها شيخ الحاره او اقدم امين شرطه في الاسم التابع للمنطقه اللي بيقيم فيها الزوج. في النهايه موضوع النفقه بيمثل معاناه لعدد كبير جدا من الستات، المبالغ اللي بيتحكم بيها مش مناسبة خالص مع ارتفاع أسعار المعيشة في الوقت الحالي، ده اللي خلى نسويات كتير بيطلبوا بتغيير القوانين الخاصة بالنفقة ومتجمد النفقة تحديدا، واللي لسه مطروحة للنقاش في قانون الأحوال الشخصية. فهل ده ممكن فعلا يتغير؟ سيبونا رأيكم وتعليقاتكم في موضوع النهاردة، قولوا لنا ايه التعديلات اللي بتخص النفقة ومحتاجين تغيروها في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. لو انتوا بتتابعونا على اليوتيوب ما تنسوش تدوسوا سبسكرايب ولايك وشير، لو على الفيسبوك اشوفكم الحلقة الجايه.